لا أعرف أن هناك جناح منفتح، وحتى إن كان موجود فبالنسبة لهم إطاعة الأمير أفضل من إطاعة الله جل وعلا، ونحن نعلم جيدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى وإن كانوا موجودين فسكوتهم يعتبر بأنهم ليسوا موجودين، والساكت عن الحق شيطان أخرس. أغلبية قادة طالبان لما دخلوا إلى كابل أول شيء بدأوا بازدواج المرأة الثانية والثالثة والرابعة، وجميعهم يتزوجون البنت المتعلمة. فحتى هذا الشيء نحن لا نستطيع نقول، يعني هو متزوج مرأة ريفية واحدة واثنين لما جاءوا إلى داخل يتزوجون من فتيات متعلمات.